لا توجد جريمة كاملة، هذه مقولة معروفة، والدليل يأتي بترك أثر ما أو بغباء المجرم نفسه. يحكى أنه كان هناك تاجر غني ولديه من الخدم الكثير، ولكن في يوم من الأيام سرق واحد منهم كيسا من النقود كان بداخله 1000 دينار، وأخذ التاجر يفكر طويلا عن طريقة تكتشف له السارق، إلى أن توصل إلى حيلة ذكية ساعدته على كشف الحقيقة. أعطى كل خادم منهم حبلا بطول ذراع، وقال لهم أن سارق النقود سوف يطول حبله شبرا، لذا أمرهم جميعا أن يأتوا إليه غدا في الصباح الباكر، كل واحد منهم على حدة ومعه حبله. وبات الكل ليلته، التاجر يفكر كيف سيجد السارق، أما السارق يفكر كيف ألا ينفضح. وبالفعل حضر الجميع في الصباح ومعهم الحبال بنفس الطول الذي أعطاه لهم، ما عدا شخص واحد حيث كان طول حبله أقصر بشبر. ومن هنا عرف السارق، لأنه بغبائه قام بقص شبر من الحبل الذي أعطي له، لأنه اعتقد أن الحبل سيطول فعلا بمقدار الشبر كما قال لهم التاجر مسبقا. ومنذ ذلك الحين أصبحت مقولة التاجر حبل الكذب قصير مقولة مشهورة، ومثلا تردده الألسنة عبر الأزمان المختلفة. حبل الكذب قصير.